الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قال نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني كاظم موسوي إن الديون المستحقة لبلاده التي بذمة العراق بلغت نحو 7 مليارات دولار. وأضاف موسوي أن ارتفاع التضخم والصعوبات المعيشية في إيران سببها ديون عدد من الدول بينها العراق التي لم تدفع إلى حد الآن، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد موعد الإفراج عن الأموال الإيرانية في العراق، لكن على الأخير تسديدها في نهاية المطاف على حد تعبيره. أعلنت وزارة النفط الحالية في العراق أن إيرادات النفط لشهر أيلول الماضي بلغت أكثر من 6 مليارات دولار. وبحسب بيان للوزارة فإن صادرات النفط الخام من حقول وسط وجنوب العراق بلغت 92,422,000 برميل، بإيرادات بلغت 6,777,134,000 دولار، وبسعر للبرميل الواحد بلغ 73.32 دولار. ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في بورصة بغداد وفي كردستان العراق. وأفادت مصادر صحفية بأن بورصة الكفاح والحارثية في بغداد سجلت 147,750 دينارا لكل 100 دولار، فيما سجلت أسعار الدولار أمس يوم الأربعاء 147,650 دينارا مقابل كل 100 دولار. وفي أربيل شهدت أسعار الدولار ارتفاعا أيضا، حيث بلغ سعر الصرف 147,750 دينارا لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر البيع 147,950 دينارا لكل 100 دولار. تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين بعد أن أظهرت أرقام رسمية قفزة مفاجئة في المخزونات الأمريكية من الخام وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا وروسيا والصين. وهبط خام برنت ليصل إلى 83 دولارا للبرميل، وخسر الخام الأمريكي دولارا و39 سنتا ليصل إلى 81.27 دولار للبرميل. وأدى تفشي فيروس كورونا في الصين والوفيات القياسية وخطر الإغلاق في روسيا إلى جانب ارتفاع الحالات في أوروبا الغربية، أدى ذلك كله إلى كبح جماح ارتفاع أسعار النفط. شهدت أسعار الغاز في أوروبا تراجعاً، وذلك بعد أن أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليمات لشركة غازبروم الروسية بزيادة إمدادات الغاز الروسي لمحطات التخزين الأوروبية. ووفقاً للتداولات فقد تراجعت أسعار الغاز في أوروبا في التعاملات الصباحية بنسبة 6% إلى دون مستوى 1000 دولار لكل 1000 متر مكعب، فيما تعيش سوق الغاز في أوروبا أزمة في ظل ارتفاع الطلب على الوقود وتراجع مخزونات الغاز في المستودعات الأرضية مع دخول فصل الشتاء. ختام الموجز للقاء.